بحثت وزيرة الاستثمار سحر نصر مع مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكاد جيمس زان زيادة التعاون المشترك، وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأونكاد بجنيف، بحثت نصر مع زان أفضل النظم العالمية في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.